أخبار اليوم. انت عملت الصفحة دي ليه وبسمها يا عم؟ أنا عندي صفحتين، صفحة اسمها اتعلمنا غلط ودي فيها حوالي 3800 ممبر، وصفحة اسمها شاومينج الصيني فيها 19000 ممبر. الصفحة دي بقى الهدف منها ايه بقى؟ الهدف منها تسريب الامتحانات بعد ما تبدأ بربع ساعة. ازاي يعني؟ ازاي؟ في طلاب بيصوروا الامتحان من جوه اللجنه بيبعتوه على الرسائل وبنزله على الصفحه، وفي ناس بتحل بتنزل اجابات وانا بنزل اجابات من على طريق الصفحه. مين كان بيحل لك الامتحانات دي؟ ناس من الجروب، ناس متخرجه مثلا، ناس دفعه السنه اللي اتخرجت مثلا بعديها يعني كده. طب